السلام عليكم استاذ قيس. وعليكم السلام. اشهد نوعيه المعرض؟ معرض حجر اصطناعي. تمام. شو اسم هاي الشركه؟ ترند ستون. ايش قد صار لك بتشارك في هذا المعرض استاذ قيس؟ صار لي 4 سنوات بشارك بالمعرض هذا. تمام. ايش قد عمر هاي الشركه استاذ قيس؟ عمرها 15 سنه. تمام قيس، ممكن تطلعنا على المعرض؟ نعم. تفضل. عرفني على استندات زكاة. هذا حجر بيجي عنا من التولة. تمام. 21. تمام. بسبعة. تمام. فيك تعمل الموديل اللي بدك اياه، اللون اللي بدك اياه؟ نعم. استاذ قيس، هذا شو هذا الموديل؟ هذا نوعيته الجاكرتا. تمام. بيجي مقاساته. عرفني على المقاسات. 40 ب15. تمام. هذا بدون في له شيء محدد؟ لا، بدون هذا بس انه تلزيق وشغل، يعني ما بده. ايش نوع المواد بتلزقوا فيه؟ هو اللازق. ما بده انه حشوه. شو اسمه اللازق؟ فيليكس. تمام، فيليكس يا بالسرجه. بتجي 20 ب20، وهي بتجي 10. ما شو اسم هذا الموديل استاذ خير؟ اسمه ليفغا. تمام، اعطيني هيك شويه تفاصيل على السريع مشان الموديل استاذ خيس. هذا الموديل بيجي من كذا نمره. طبعاً. بيجي معدد من كذا رقم انه من الحجر. يعني قصدك في تمام خربط يعني. هي. تمام. عندك مثل هذا بيجي الشبوق. تمام. هذا بتحسن تعمل له درز ضعيف ودرز خشن. يعني بتحسن تغير في الانواع التكحيلي، اللي هي التكحيلي بتاع اسمها. تمام. في عندك كمان هذا الحجر بيجي نوعي. هذا الاوصلو. بس اعطيني اسماء الاحجار. هذا الاوصلو. تمام. نوعيته تقريبا على الحجر القديم، النوعيات القديمه. يعني تشغل تراث. لمحه يعني سريعه عنه. هلا قد سماكته وش قد؟ هذا سماكته تقريبا 2 سنتي. أيوة. لل 2.5 سنتي. تمام. عرفني على الستاند اللي بعده. في عندنا هذا الحجر، شو اسمه؟ هذا عندك اياه، هذا بيجي بحشوه وهذا بلا حشوه. يعني هذا بتكحيلي، هذا بدون تكحيلي. ايوه تمام. وهذا اسمه هذا بيجي 7 ب22. تمام. يعني كل نوع حسب النوع، له حسب نوعيته، كل نوع وله مقاساته. نعم. وفي الموديل اللي بدي اياه، اللون اللي بدي اياه فيك تعمله. لك شكرا لك كثير استاذ قيس. اهلا وسهلا. مين السلامه؟ شرف. اسم الشركه ايش هي الشركه؟ ترند ستون. موجوده على التواصل، بس انطلبتوا ترند ستون بتطلع معكم اسم شركتنا. واهلا وسهلا وميت السلامه، عم نستناكم باخراجات. نحن كل الدول بعتنا اخراجات. شكرا لك استاذ قيس. يعني انت بتتواصل لاكثر من دوله بعت اخراجات، صح الكلام ولا لا؟ نعم. يعني كجواب تقريبي اذكر لي بعض الدول اللي ارسلت لهم اخراجات استاذ قيس. فلسطين، اوروبا، العراق، الكويت، النرويج. يعني طبيعه الدول انه صدرنا لكل الدول. تمام، يعني للدول العربي والدول الاوروبي فيك السجين. تمام. نعم. شكرا لك استاذ خيف. الله يشكرك. يا هلا. لتعطونا طلبيات واي دوله بتحتاجوها لمساعده نحن جاهزين.